متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير إلى أنه منذ ساعات مساء يوم أمس بدأت مناطق عدة من شمال غرب المملكة بالتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، وهي حالة ماطرة. تتمثل هذه المناطق كما نلاحظ عبر صور الأقمار الاصطناعية بهذه المناطق، والتي تشمل الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة، أجزاء من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل، وأجزاء الشمالية الشرقية والغربية من القصيم. من المتوقع أيضا اشتداد هذه الحالة الماطرة كما سنرى بعد قليل بمشيئة الله تعالى، واتساع رقعتها خلال 48 ساعة المقبلة. هذه توقعات المعالجة الحاسوبية للأمطار، وكما نلاحظ يتوقع مع ساعات مساء هذا اليوم أن تشمل الأمطار أجزاء عدة من المملكة بمشيئة الله تعالى، تشمل أجزاء من المدينة المنورة، مرتفعات مكة والطائف، بالإضافة للمناطق الساحلية سواء في الوجه أو حتى في ينبع، وشمالا باتجاه تبوك، الجوف وسكاكا، في حائل وبعض الأجزاء القريبة من القصيم بمشيئة الله تعالى، مع وجود بعض التخاريج البحرية التي قد تؤثر على بعض المناطق الساحلية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. مع دخولنا خلال ساعات هذه الليلة، ليلة السبت على الأحد، يتوقع أن يتعمق تأثير المنخفض الجوي المسبب بعد مشيئة الله لهذه الحالة المطرية. تظهر بؤر غزيرة وتشتد الأمطار في عموم مناطق المدينة المنورة، تخاريج بحرية قد تكون قوية على سواحل ينبع والرايس، وأيضا تمتد ربما تصل إلى منطقة أرابغ، أيضا بعض المناطق الشمالية مثل أملج، وتشمل هذه الأمطار أيضا أجزاء من تبوك والأجزاء في الحدود الشمالية وحائل بمشيئة الله تعالى. تشتد هذه الأمطار والتخريج البحرية مع ساعات هذه الليلة، تصبح الأمطار رعدية غزيرة مترافقة مع زخات من البرد، تشمل مناطق المدينة المنورة، خيبر، إضافة إلى سواحل المدينة المنورة مثل ينبع والرايس، دخولا إلى باتجاه مناطق حائل، وشمالا باتجاه بعض أجزاء من تبوك والحدود الشمالية. وقد تصل أيضا هذه الأمطار هذه الليلة إلى أجزاء من القصيم وبريدة، وتشتد الأمطار أيضا على سواحل القريبة من مدينة جدة في ساعات هذه الليلة، تحديدا السواحل الشمالية لمدينة جدة مثل مناطق أرابغ، وأيضا يتوقع أن تكون هناك يعني تخاريج بحرية تظهر تدريجيا في ساعات الليل. ولكن مع ساعات ما بعد منتصف الليل وصباح يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، يتوقع أن تبدأ بعض الزخات الرعدية من الأمطار أن تصل أيضا مدينة جدة عبر هذه التخريج البحرية، وتستمر الأمطار الغزيرة بالهطول على سواحل ينبع والرايس وأيضا رابغ، المدينة المنورة، جميع مناطق حائل والقصيم والأجزاء في الحدود الشمالية. ستحدث بعد قليل على فرص الثلوج في بعض هذه المناطق في حالة نادرة تحت المراقبة الكثيفة. أيضا كما نلاحظ مع ساعات نهار يوم غد تكون الأمطار غزيرة على بعض سواحل قريبة من جدة، وربما تصل مدينة جدة بعض الزخات الغزيرة في ساعات النهار، لكنها تحتاج إلى مراقبة أيضا حثيثة، وتستمر ذلك الحزام المطري بالتواجد على أجزاء واسعة من المملكة. ولكن في ساعات نهار يوم غد تمتد هذه الأمطار إلى رفحاء وحفر الباطن مع تقدم مرور الوقت في ساعات النهار بمشيئة الله تعالى، وتشمل أحيانا الأمطار بعض مرتفعات مكة والطائف. هذه الخرائط لساعات مساء يوم غد، تشمل الأمطار بشكل أوسع مع ساعات مساء يوم غد الأحد القصيم وحفر الباطن وعموم المناطق الشمالية، لكنها تبدأ بأنها تضعف بشكل تدريجي على أجزاء من تبوك، وتتراجع على الأجزاء الشمالية للمدينة المنورة مع بقائها في نفس المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية منها، مع وجود بعض التخريج البحرية مع ساعات مساء يوم غد في مناطق ساحلية. ما هي قصة الثلوج المتوقعة وما هي الحالة النادرة؟ في هذا الرسم سنستعرض معكم سريعا ما هي توقعات هذه الحالة الجوية. إذن المملكة تتأثر بامتداد لمرتفع جوي في جزئها الشرقي والأوسط منذ يومين، ومترافق مع كتلة هوائية باردة ذات أصول سيبيرية، أي أنها شديدة البرودة، تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة في ساعات الليل في هذه المناطق. أيضا تندفع معها رياح جنوبية شرقية ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة، هذه الرياح تجلب معها أجواء باردة إلى القصيم، المناطق الغربية من الدوادمي وحائل، وباتجاه الحدود الشمالية من المملكة. يترافق ويتصادم ذلك مع تقدم لمنخفض جوي من شمال البحر الأحمر، الذي يؤدي لاندفاع لتيارات هوائية رطبة على عموم مناطق المدينة المنورة، أجزاء من تبوك، المناطق الساحلية من المدينة، جدة، مرتفعات مكة والطائف، التي بدورها بعد مشيئة الله تؤدي إلى حدوث وتشكل غيوم ركامية رعدية ممطرة في هذه الأجزاء. بعض المناطق يتصادم بها هذا الهواء السيبيري القادم من الشرق
الشرق والجنوب الشرقي مع الهواء الرطب القادم من الجنوب الغربي، وهذه مناطق في المناطق الغربية لحائل والمناطق أو إجمال معظم مناطق في حائل، بعض مناطق في الحدود الشمالية والجوف وبعض الأجزاء الشرقية من حائل. تلك المناطق مع ساعات هذا التصادم يحدث ليلة السبت على الأحد تحديدا فجر يوم الأحد، هذه المناطق بعينها مرشحة أن تتعرض بعض من هطولاتها أن يكون على شكل تساقطات ثلجية خلال ساعات فجر يوم الأحد، وربما تشمل أيضا بذلك مدينة حائل بحد ذاتها، وهي حالة نادرة لا تحدث بمثل هذا الوقت من العام بهذا الشكل، وتستدعي المراقبة الحثيثة أولا بأول ومراقبة ميدانية بمشيئة الله تعالى. هذه طبعا توقعات مركز وفريق الطقس العرب بشكل عام. انتقالا الآن إلى توقعات الأحوال الجوية بالعودة لها، هذه ليلة في العاصمة الرياض أجواء غائمة جزئيا وباردة، درجة حرارة صورة 9 درجات مئوية، تكون أقل من ذلك في المناطق المكشوفة والمفتوحة. نستعرض معكم الآن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمال من سكاكا 12 إلى 5، عرعر 9 إلى 4، تبوك 14 إلى 7 درجات مئوية، كما نلاحظ المناطق الشمالية درجات الحرارة بها منخفضة للغاية. في المدينة المنورة من 24 إلى 15 مع أمطار رعدية، كذلك أمر في جدة أمطار رعدية من 35 إلى 23، في مكة مكرمة من 33 إلى 22 مع فرص لزخات أمطار، تخف فرص الأمطار في الطائف مع عظمى 23 في ساعات النهار والصغرى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في أبها 22 10، الباحة 20 11، وفي جزائر من 29 إلى 26 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة تكون في الإحساء 20 إلى 11، في الدمام من 21 إلى 16 درجة مئوية، وتزداد فرص الأمطار يوم غدا في حفر الباطن من 12 إلى 7 درجات مئوية، وأجواء باردة شتوية بمشيئة الله تعالى. العاصمة الرياض 19 إلى 8 درجات مئوية، في القصيم من 15 إلى 6، والأجواء باردة مع فرص زخات من الأمطار التي قد يكون بها المطر متجمدا في ساعات الصباح في بعض الأجزاء الشمالية منها. أما في حائل فالعظمى غدا فقط 8 درجات مئوية، أجواء باردة للغاية مع أمطار مخلوطة بالثلوج في ساعات الصباح، لكن في ساعات ليلة الأحد على الاثنين ترتفع درجات الحرارة الصغرى بالمقارنة عما ستسجله هذه الليلة وتكون 6 درجات مئوية، وهذه الليلة متوقع فقط الصغرى تكون درجتين مئويتين مع فرص جيدة لتتعرض لأمطار مخلوطة بالثلوج بشكل عام. توقعات الأحوال الجوية متوقع خلال ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة وسط أجواء مستقرة عموما لكنها تبقى باردة في ساعات الليل، المزيد عبر النشرة الجوية الأسبوعية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، بعض التنبيهات الهامة بشأن ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة، الانتباه بعدم عبور الأودية كون هناك ارتفاع عالي لجريانها بسبب الأمطار، وذلك في مناطق المدينة المنورة وحائل وأجزاء من مكة المكرمة وجدة، وأيضا ضرورة الانتباه من أحيانا سرعات الرياح الكبيرة المتوقعة في المدينة المنورة وحائل. هذا كنكم لدينا مرة أخرى بشأن الأحوال الجوية. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر موقع طقس العرب الإلكتروني arabiaweather.com أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.